Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Wafi hadhihi al-fursatu at-tayyibah uridu an atakallam bil-lughati al-arabiyyah tahta al-mawdu uslub hayah sahih. Kan hadha uslub hayah sahih? Uslub al-hayah sahih huwa mumarasata fi al-hayah التي لها تأثير إيجابي على الفرد والأسرة وكذلك المجتمع. يعد أسلوب الحياة الصحي جانبا مهما للحفاظ على صحة جيدة. من بين الأمثلة على أسلوب الحياة الصحي، أولا القيام بأنشطة التمرين. ممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية مهمة جدا لجسمنا، لأنه يمكن أن يساعد في حركة السعرة الحرارية وفقدان الوزن. المدة المقدرة من 20 إلى 30 دقيقة. الثاني الحصول على وقت كافي من النوم روحتي. النوم الكافي مهم للحفاظ على جهاز المناعة للجسم وتحسين مهارة التفكير وتقليل التوتر، لأنه الدماغ يمكن أن يرتاح ولا يضطر إلى معالجة الكثير من المعلومات. في الختام يجب زيادة الوعي العام بأهمية الصحة والحد من مشكلة السمنة في ماليزيا. شكرا لكم.